عامين ملي دخلت المسرح بديت في الميزون جان باردو دو، بديت نتعلم المسرح غادي وتوا قاعد نكمل في الخدمه المسرحيه معناتها. هو ما هواية كانت عندي من الصغر، من قبل حتى نقف قدام المرايه نبدا نحب نمثل، نحب نجسد شخصيات معناها غرام. وبديت فعليا معناها نتعلم فيه عامين من القواعد نتاع المسرح، خاطر كفن هو كفن عنده قواعد معناها وعنده اسس يبني عليها الفن هذا. عامين ملي بديت فعليا نمارس فيه مسرح. كبرت مسرح ولا كبرت؟ قاعد نقرا في المسرح تو ديجا عامين، بديت دخلت نقرا مسرح في ميزون جون في كلوب تياتر ميزون جون باردو دو عند سي زياد بسق استاذ مسرح، بديت نتعلم في الفن هذا عامين. مسرح الهوات في تونس فما برشا مشاكل، برشا مشاكل من ناحيه الدعم للاعمال المسرحيه، من ناحيه تاطير الاعمال المسرحيه، من ناحيه اللهو اكثر معناها بالميدان المسرح الهوايه. فما فوضى في انا حسب رايي فما فوضى معناها مسرح فماش معناها تاطير كافي المسرح الهوايه معناها اعمال على الهامش. فما اعمال ما ترتقيش حتى في المهرجانات الجهويه. شاركت انا في مهرجان جهوي، مهرجان جهوي للمسرح، شفت اعمال صراحه معناها ما ترتقيش لل ما فيش معناها مستوى معين من الاحترافيه. الاحتراف من جمعيه روسيه جات في المسرح البلدي، لا فما نص به، لا فما ايقاع يحس ان المتفرج ما يقلقش. حضرت انا شفت الناس معناها من العوامل ما تفهمش في فن المسرح، وتشوف معناها العباد اللي تلعب تليفوناتها، واللي لاهي يحكي مع صاحبته، واللي لاهي في مواضيع اخرى معناها، واخر هم من التركيز على المسرحيه معناها. كانت عندنا تجربه صغيره عملنا، حبينا نصوروا في ديفاين، كانت فما مسابقة خاطر نتاع ديفاين شاركوا فيها أنا ومجموعة من أصحابي. بدينا نصوروا في ديفاين، معناها خذينا فكرة نتاع سيري اسمها وين كنا وين صبحنا. سيري تحكي على التوانسة كيفاش كانوا قبل وكيفاش توا. التوانسة معناها في عدة مظاهر، سيري كريتيك سوسيال معناها تحكي على جوانب من الحياة الاجتماعية نتاع التوانسة، مثلا التوانسة كيفاش كانوا قبل في نعش العرس، كيفاش كان قبل وكيفاش كان توا، العلاقات الاجتماعية، الكورة، برشا مواضيع معناها تمس برشا مواضيع اجتماعية تهم التوانسة بصفة عامة. هذه كانت معناها الفكرة نتاع السيري اللي بديناها. وبعد خرجنا من الفكرة نتاع الفاين، ولينا حابين نعملوا أطول معناها يكون الفيديو أطول أقرب للكورميتراج معناها.